خمسة حدش من صفر بش أربعة ثلاثة الأيام المعدودة سلموا مثل من تربى على العرش في سليم مستويات. اجمع حواسك يا هاد واستمع إلى خروف مزنجرات، خروف مزنجرات عن الحق في زمن وقف فيه الشيطان مستهزئا من بطش بني آدم وهو لفعله من المنبهرات. اسمع إلى ما ألذ به الفؤاد من سرطان صرخات كلمات. اليوم نقوم بدورة الثالثة للمقاطيع والنجاح الطفولي وراء الموسيقى، لكل دورة شعار، بالنسبة للشعار الدورة هذه هي معك النقطة في أغانينا التراثية نحتفي، الشعار هذا قطيع مرتبط بزمن الدورة هذه تشارك مع الاحتفالات في شهر التراث اللي تم 18 أبريل 18 ماي، كسعي للمؤسسة لتجديد الطفل نتاعنا بالتراث نتاعو اللي هو جزء منه ولا من مكوناته هو التراث الموسيقي. حتى وصلنا شعار هدية الدورة هذه تشهد شاركت تقريبا 6 مؤسسات في تعال و 7 مؤسسات من رياض عدنان. عمري 12 سنة نقرأ سيرة أدب سليم باسم ربي المقدس من خلق الأرض والسماوات في أيام معدودات، سليم باسم من تربى على العرش في سميع مستويات. اجمع حواسك يا هذا واستمع إلى حروف مزمجرات، حروف مزمجرات عن الحق في زمن وقف فيه الشيطان مستبرئا من بطش بني آدم وهو لفعله من المنبهرات. اسمع إلى ما ألج به الفؤاد من صرخات، صرخات كلمات العجل صدر ونفسي عن كتمها مقطعة هذا القلب قطعة من فتات. أبني عروبتي على الكراسي متصارعين وأقصان تتقاذف على المطبات، بين هذا وذاك كرة بين أرجل لاعبين، هجوم منهم بالطائرات ودفاع منا بالدعوات وننتظر المعجزات. وكأننا أمة لم يكن نبيها يوما من الغوزات ونصر الحق له من الواجبات. ألسنا أمم راقيات ندعي بلوغ العلم إلى أقصى الدرجات؟ ألسنا أمة تاريخها حافل بالبطولات؟ ليس الحري بنا أن يكون الحاكم منا لا يقدر بالذهب والألماسات؟ ونحن يحكمنا أصحاب ثلاثة سيفين هوميج وجبروت وعبد الأموال المكدسين.